ألف مليون مبروك للنادي الأهلي التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد مباراة إياب عصيبة قدام الرجاء المغربي في وسط أرضه ووسط جمهوره المتحمس، لكن الحمد لله الحمد لله النادي الأهلي عرف إزاي يخرج بالمباراة وياخد بطاقة الترشح من وسط المغرب في مباراة تكتيكيا فيها كلام كتير نتكلم عليه بداية من الشوط الأول وصولا لنهاية المباراة والدقائق العصيبة الأمانة اللي احنا عشناها في الشوط التاني. طيب مباراة أكيد كانت مباراة تانية ما بين موسيماني ورشيد طوسي، ورشيد طوسي هو اللي داخل المباراة عايز يعوض هزيمة الذهاب وهو كان محتاج هدف واحد. بداية المباراة بيتس موسيماني لعب بالطريقة الصح، ربما نختلف في بعض أسماء التشكيل لكن الطريقة صح، ألعب بتلاتة أربعة تلاتة وأبدأ أقفل على فريق الرجاء الأجنحة لأن هو فريق بيعتمد على الكرات العرضية، وبصراحة فرقة بطلها الأول هو زريدة. زريدة شفناه طبعا في القاهرة، شفناه النهاردة في المغرب، لعيب مميز جدا جدا جدا، نجم الفريق الأول بصراحة، جهد في كل، ما فيش مكان في الخط الأمامي زريدة مجريش فيه بكل أمان، لعيب مميز جدا جدا جدا، كان هو مصدر الخطورة الأول عند نادي الرجاء. ولكن طريق بيتس موسيماني طريقة صحيحة أنك تلعب بثلاثة أربعة ثلاثة، تقفل دفاعك وتبدأ تلعب على الهجمات المرتدة. رشيد طوسي بسبب غياب الهدهودي بسبب الطرد اللي لحق بيه في مباراة الذهاب أجبر ان هو يبدأ بطريقة مختلفة، لعب بما يشبه الاربعة تلاتة تلاتة، وكان عامل حسابه وانس ان هو يتقدم في النتيجة هيرجع واحد من الاثنين هاف ديفندرات عشان يلعب تالت مع الاثنين مساكين بالظبط زي ما حمدي فتحي بيعمل كده مع النادي الاهلي. طيب المباراة بدأت وكان طبعا كان في كلام كتير قبليها وموضوع اقتحام الجماهير والعامل النفسي وبتاع، وللأسف للأسف لعيبة النادي الاهلي وقعنا في عملية الضغط النفسي في بداية المباراة، وكان اكتر ضحية اللي وقع للعبة دي هو أليو ديانج. في بداية المباراة شفنا ان هو مرتبك للغاية، تحركاته وضغطه في حاجة غلط، أليو ديانج فجأة بيعمل ميس باس قدام منطقة الجزاء، شفناها طبعا في الكورة بتاعة هدف نادي الرجاء اللي بيتحمله كاملة أليو ديانج. ما ينفعش خالص ان انت تغلط وترتبك في الكورة في المنطقة دي، الكرة اتخطفت راحت على طول على الجناح عشان تتلعب كرة عرضية عشان فابريس اندوما يقدر يحط هدف التقدم لنادي الرجاء في الدقيقة خمسة. في الدقيقة خمسة الناس توقعت ان السيناريو ربما يكون مشابه لمباراة مصر والسنغال في مباراة الإياب، وان السنغال جابت هدف مبكر وبدأوا ياخدوا مننا المباراة. زي ما قلت لكم رشيد طوسي كان واضح جدا انه محضر نفسه وانس انه هيتقدم في النتيجة وياخد الهدف المأمول وهدف التأهل، ان هو هيغير طريقة اللعب ويبدأ يلعب زي النادي الاهلي بيه 3 4 3 ويأمن دفاعاته. بس عملوا غلطة في وجهة نظري كانت افضل حاجة للنادي الاهلي، ان افضل حاجة للنادي الاهلي ان هدف الرجاء جه مبكر، وعشان كده نادي الرجاء بعد ما جاب الهدف ده شفناه بيرتكز للدفاع، يلا كله يرجع ورا يا جدعان احنا مش عايزين نعمل حاجة تانية. وبدأ حميد احداد وزريدة وفابريس اندوما التلاتة الثلاثي الامامي ما بيضغطوش عن نادي الاهلي خالص في نص ملعبه. نادي الاهلي بعد هدف الرجاء استحوذ على المباراة كاملة ولا كأنه بيلعب في القاهرة. شفنا الشوط الاول كله النادي الاهلي بيحضر في نص ملعبه للدرجة اللي وصلت ان ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي هما اللي بيبنوا اللعب منين بقى؟ من عند نص الملعب بالظبط، من هنا اهو شفنا كتير قوي ياسر ابراهيم كان بيعدي بالكورة نص الملعب، مفيش، كل لعيبة الرجاء كلها راجعة من الدقيقة كام؟ من الدقيقة خمسة بعد الدقيقة ستة بعد ما جابوا الجون. ده واضح ان فيش يعني تحضير جيد، وكمان اللعيبة فعلا خايفين من النادي الاهلي ومن لعيبة الاهلي. النادي الاهلي لما بدأ يلعب الكورة بتاعته بدأنا نشوف بعض خطورة، كان عندنا مشكلة واحدة وهي ان احنا ما عندناش اللعيب اللي يقدر يعمل صناعة اللعب، هي دي الأزمة اللي كانت عند النادي الأهلي. النادي الأهلي ما قدرش يعمل لعبة صناعة اللعب بشكل كويس في
الشوط الاول ما كانش فيه بلاي ميكر، كان بيعمل الدور ده حسين الشحات اللي كان واخد. طبعا حسين الشحات كان بيحاول قد ما يقدر ان هو يطلع من الجانب اليمين ويروح ويبدل مع بيرسي تاو ومع طاهر محمد طاهر عشان يعملوا خلخله لدفاعات نادي الرجاء. حسين الشحات هو الوحيد اللي كان بيحاول يعمل ما يشبه دور البلاي ميكر، وتحركاته كانت ممتازه جدا. حتى تحركه في لعبه ركله الجزاء جابها بذكاء جدا، ان حسين الشحات شاف ان لعيبه نادي الرجاء كلهم راجعين بعصبيه شديده على منطقه جزائهم، راح هو بكل ذكاء خد المساحه الفاضيه وقدر يحط محسن متولي في ظهره ويجبره ان هو يعمل التاكلينج عشان ياخد ركله الجزاء. كان طبعا سهل قوي قوي ان حسين الشحات لو ما كانش محسن متولي تدخل كان يقدر يشوط ويجيب هدف التعادل، لكن محسن متولي تدخل وطبعا الفار حسبها ركله جزاء، لكن للاسف علي معلول ضيعها. لكن حسين الشحات في وجهه نظري لغايه لما خرج، هو خرج في دقيقه 55 وانا على المستوى الشخصي كنت مختلف مع خروجه، لكن يبقى هو بالنسبه لي حتى بعد ما خرج هو نجم الاهلي بكل امان. النهارده في وجهه نظري حسين الشحات هو نجم الاهلي الاول رغم انه لعب 55 دقيقه فقط. طيب النادي الاهلي بعد ضربه الجزاء طبعا احباط اللعيبه متضايقه، وكل الشعور ده واصل للجمهور وتحس كده اليوم مش يومنا، لا في حاجه غلط. لكن اللي ساعد النادي الاهلي ان هو يتفوق ويخرج من منطقه الاحباط بعد ركله الجزاء ايه يا جماعه؟ ان الرجاء فضل بنفس المنظر بيلعب بنفس الشكل بتاعه الخمسة، يعني هنسميها ايه، 5-4-1. الفريق كان متراجع بشكل فظيع، يعني ركلة الجزاء دي الاهلي جت في الدقيقة 12 ضاعت، برضه فضلوا يلعبوا بنفس الطريقة وسايبين النادي الاهلي يحضر بكل اريحية. وبالتالي كنت بشوف ان فعلا احراز نادي الرجاء لهدف مبكر في الدقيقة 5 مش زي السنغال، بلا هم هنا ادوا الاريحيه للنادي الاهلي لان هو لعب زي ما هو عايز، لعب بدون ضغط. لكن الازمه الوحيده ما عندناش بلاي ميكر. طبعا اختيار طاهر كان واضح جدا عشان طاهر قوي دفاعيا، وحسين الشحات سرعه، وبيرسي تاو. بيرسي تاو بصراحه يعني انا من اكتر الناس اشدت بيرسي تاو في انضمامه للنادي الاهلي وبدايه الموسم، كان ممتاز جدا جدا جدا. بيرسي تاو من بعد الاصابه الاخيره اللي حرمته من الانضمام لمنتخب جنوب افريقيا بصراحه رجع واحد تاني خالص، في مشكله عنده، في مشكله تركيز، في مشكله بدنيه. بيرسي تاو بيتمشى كتير ما بيجريش، واضح جدا جدا ان في ازمه عنده من بعد الاصابه الاخيره. وبالتالي واحده من النقط المميزه النادي الاهلي بدا يستفيد منها رغم الخطا اللي عند النادي الاهلي ده انه فضل طبعا يكمل في الاستحواذ على الكره معاك، لان الفرقه اللي قدامك مش عايزه تهاجم. وطبعا مش عايز انسى طبعا ان انا اقول ان مع طبعا مع غلطه ديانج كان في فرصه بتاعه الهيد اللي ضيعها بعد هدف الرجاء على طول، عشان كده البدايه كانت سيئه، لكن بمرور الوقت بدا يركز. طيب النادي الاهلي ما هو مستحوذ، ورغم ان ما فيش بلاي ميكر كان اعتمد على ايه؟ ان احنا بنرمي الكوره لمحمد هاني لما بيطير على الجبهه اليمنى، او علي معلول يطير على الجبهه اليسرى عشان نلعب كرات عرضيه. بصراحه الكرات العرضيه ما كنتش شايف ان هي هتجيب اي نتيجه، لان الثنائيه بتاعت بيرسي تاو حتى حسين الشحات، طاهر محمد طاهر لعيب طويل لكن مش لعيب هيدر، لكن كل كراتنا العرضيه ما كانتش ليها اي قيمه. ليه؟ لان مفيش حد جوه منطقه الجزاء هيترجمها لك. وبالتالي انتظرنا لغايه الدقيقه 43 عشان ناخد ضربه ركنيه، ومنها الحمد لله محمد عبد المنعم حط هدف التعادل. وبصراحه انت لو سالتني تقول لي تحب هدف التعادل كان يجي من ركله جزاء علي معلول ولا يجي من هدف محمد عبد المنعم؟ اقول لك لا، هدف محمد عبد المنعم. ليه؟ لانه هيدخل للرجاء اوضه اللبس بين الشوطين كل حساباتهم باظت. حسابات رشيد طوسي كلها بين الشوطين باظت، هيبقى هو مجبر ان هو يرجع يهاجم تاني ويغير طريقه اللعب اللي غيرها في بعد الهدف الاول. الشوط التاني بدا الشكل يختلف، النادي الاهلي رجع ليه، هو اللي رجع للدفاع وبدا يلعب ال 3-4-3 بنفس الشكل بتاع الرجاء بتاع الشوط الاول. بدانا احنا بقى نعمل الغلطه دي، والرجاء رشيد طوسي غير طريقه اللعب وبدا يطلع لعيبته لقدام وعمل تغييره في بدايه مع مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، حولها لما يشبه ال 4
2 3 1 وبدأ طبعا يقدم خطوط دفاعاته. ببساطة في وجهة نظري الشخصية، اوكي انا متفق مع بيتس موسيماني ما عملش تغييرات مع بزيت الشوط التاني. ليه؟ اسيب الطوسي هو الاول اللي ياخد قراره. طب الطوسي ما عملش تغيير، هو عمل تغيير تكتيكي داخل الملعب انه غير الطريقة ورجعها لاربعة اتنين تلاتة واحد. انا بقى ببساطة في وجهة نظري الشخصية كان لازم النادي الاهلي يتعلم من خطأ الرجاء بتاع الشوط الاول، لان انت هتحط نفسك تحت الضغط وطول ما انت سايب لهم الكورة بيعملوا بيها اللي هم عايزين. يعني احنا شفنا الشوط التاني خلاص احنا رجعنا جامد قوي 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 قوي، وبدأ نحس كده ان بيرسي تاو هو الوحيد اللي واقف اهو ومعزول تماما، وضغطه بصراحة ضغط سلبي ولا له اي استفادة. بيرسي تاو واقف اهو عمال يضغط وسط اتنين لعيبة او اربعة حتى من وسط الملعب ولا له اي دور في اي شيء، ما بيعملش اي حاجة. كان الصح ايه بقى؟ الصح ان انت عايز تقول للتلاتة الامين طاهر وبيرسي تاو وحسين الشحات، لا انا عايزكم تدافعوا ترجعوا للدفاع لغاية نص الملعب بس، وتبدأوا تضغطوا فرقة الرجاء من الحتة دي. ليه؟ عشان اللعبة اللي جات لحسين الشحات الامتياز قبل ما يخرج، الامتياز الكرة اللي عملناها صح، رحنا على طول اتنين على تلاتة. يعني حسين الشحات لما خد الكرة ودخل ليه عمق الملعب ولقى بيرسي تاو واداها له بينيه بشكل رائع. حسين النهارده فعلا نجم المباراه، والله نجم المباراه، نجم كبير، عمل بينيه رائعه ولا احلى بلاي ميكر، وحط بيرسي تاو في انفراد بالمرمى انيس، لكن للاسف بيرسي تاو تعامل معاها بشكل مش سليم. الكره دي كانت ممكن تتكرر كتير جدا، تتكرر كتير قوي، لكن فجاه بيتسو موسيماني راح مقرر ان هو يطلع افضل لاعب في الماتش في النادي الاهلي وهو حسين الشحات، ونزل ايمن اشرف عشان يحطه كفول باك مكان علي معلول، وقدم علي معلول عشان يبقى هو مكان حسين الشحات لما كان بيلعب على الشمال في بدايه الشوط الثاني. تغييره عارفينها وبنتكلم عليها من زمان، وفكره ان علي معلول هو الجناح عشان يساعد كمان ايمن اشرف في الناحيه الدفاعيه عشان يقفل الجبهه اليمنى نادي الرجاء اللي كان فيها زريده كان عامل ازعاج كبير فيها مع بدايه الشوط الثاني. زريده في بدايه الشوط الثاني كان بيلعب على اليمين، اوكي، لكن انت في نفس الوقت بتحرم نفسك من الهجوم. ده معنى ايه؟ ان انت تتخلى، معنى تتخلى عن اللعيب الوحيد افضل لاعب عندك بيديك شكل هجومي، انت كده بتقول للرجاء خد الكوره اعمل بيها اللي انت عايزه. طب ما انت بتحط ايدك تحت ضغط، ممكن لو ما صابتش يعني هي عماله تخيب معاهم كتير، لكن ممكن تصيب. طب ليه تلعب تحت ضغط؟ هو ده السؤال. وسهله، الموضوع سهل، انت لو عايز النهارده كنت تحافظ على الشكل بتاعك شيل بيرسي تاو ونزل محمد شريف عشان تبدا تنشط الجزء الهجومي عندك. ده وجهه نظري. بيرسي تاو فضل في الملعب لوقت طويل جدا، وكمان انت يعني تحملت كمان بعد ما جيت يعني موسيماني جه في الدقيقه 72 قرر ينزل عبد القادر ومحمد شريف، اوكي، لكن خروج حسين الشحات انت دفعت ثمنه لما بيرسي تاو كان هو اللي بيساعد محمد هاني في الجبهه اليمنى وما كانش قادر يغطي معاه، كان صعبه جدا بصراحه على بيرسي تاو، حاله كان صعب جدا جدا جدا، وبالتالي بعديها اضطريت انت تنزل صلاح محسن بدل بيرسي تاو عشان تساعد وتنشط الحته دي دفاعيا. طيب ما كمل الاول كنت رحمت نفسك من هذا الضغط العصبي. لكن عامه ده اللي حصل من بيتسو موسيماني، هو قرر يشيل حسين الشحات في الدقيقه 56 ونزل علي معلول زي ما قلت لكم عشان يحط ايمن اشرف في مكان علي معلول الاساسي، ويدخل علي معلول مكان حسين الشحات ويقفل الجبهه دي. لكن اوكي، تغييره دفاعيه قد تبدو ذكيه، لكن من الشق الهجومي انت قتلت كل النواحي الهجوميه عندك. واحده من النقط برضو اللي النادي الاهلي استفاد فيها من الرجاء كان بيعتمد عليها، هو النادي الاهلي عمل ما يشبه العمق الدفاعي الشديد في عمق الملعب، وبدا يجبر نادي الرجاء انه يلعب على الكرات العرضيه الكتيره اللي نجح الثلاثي الخلفي ياسر ابراهيم ومحمد منعم قبل ما يخرج وايمن اشرف وحمدي فتحي، كل اللعيبه الطويله في النادي الاهلي كانت قادره ان هي تستخلص كل تاخد كل الكرات العاليه. بسم الله ما شاء الله، النهارده الحته دي كانت ممتازه جدا على النادي الاهلي وبدون خطا،
اللعيبه كانت واضحه جدا ان هم مركزين في حته ان ممكن لعيبه الرجاء يلعبوا على ركله الجزاء، وقدر دفاع النادي الاهلي يلعب عليها بشكل كويس جدا 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 جدا. كان في بعض الاخطاء في بعض الكرات، لكن دفاع النادي الاهلي كان مميز جدا في اخذ كل الكرات الطويله. اخر 10 دقائق في وجهه نظري برده بعد نزول بقى عبد القادر ومحمد شريف، كان لازم جدا جاي على بيتسو موسيماني ان هو يقول للاعيبته حاولوا يا جماعه توقفوا على الكره شويه، عايزين نوقف على الكره شويه، احنا كنا عاملين نطفش كتير. الكره الوحيده عملنا كورتين حلوين بصراحه، كورتين حلوين عايز اتكلم عليهم. كره صلاح محسن كره طوليه جات له محمد شريف خد معاه مساك، واحمد عبد القادر كان فاتح وكان هما اتنين. بصوا يا جماعه، وصلاح محسن هنا في لعيب تالت هنا اهو نط مع صلاح محسن هنا. صلاح محسن عمل ايه؟ طلع ونط ونزل الكوره لمحمد شريف، كان اللاعب ده خلاص اوت من اللعبه، ومحمد شريف بالظبط بالظبط ده الموقف بتاع الكوره، راح وخد الكوره، واحمد عبد القادر العب بقى الكوره، العب السرو باس، خلاص عبد القادر هيروح انفراد، انتهى الموضوع. دي حصلت لنا في الدقيقه كام؟ حصلت لنا تقريبا في الدقيقه 82. بعديها جت اللعبه ال 2 على 2 احمد عبد القادر ومحمد شريف، ولعبوها وعبد القادر حطها للشريف، وبعد كده شريف رجعها، لكن مدافع الرجاء تدخل وقدر ان هو بصراحه يعني بمجهود كبير يمنع الكره ان هي تتعدى خط المرمى ويطفشها. اللعبتين دول حصلوا في اخر 10 دقائق. طيب انا في وجهه نظري بقول قعدنا 25 دقيقه مضغوطين جدا 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 جدا، كنا ممكن نوفر الضغط ده، وانا كنت احساسي فرقه الرجاء بصراحه بعيدا عن نجمهم الكبير زريده، هو بصراحه نجم الرجاء النهارده، الفريق في المتناول تماما، وفريق بصراحه عيب انه يلعب شوط زي ده الشوط الثاني على النادي الاهلي، صعب جدا جدا جدا. لا ما احسش ان هم يقدروا يكسبوا النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي كان يقدر في اوقات كتيره ان هو يكسب الرجاء، وكان يقدر يخرج متأهل. طبعا فرحين بتاعكم، كنا ممكن نخرج متأهلين بالمكسب لو كان في بعض المخاطرة وبعض المغامرة، وان احنا نلعب الكرة العادية بتاعتنا. ده كان تحليل شامل وكامل لمباراة الرجاء والاهلي في اياب دور الربع النهائي لدوري الابطال. الف مليون مبروك للنادي الاهلي الفوز، التأهل بقى التأهل المستحق ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي على موعد مع مباراة وفاق سطيف ان شاء الله في مباراة الدور قبل النهائي، وباذن الله باذن الله يبقى طريق النادي الاهلي مفروش بالورد باذن الله نحو اللقب الحادي عشر والثالث على التوالي لدوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا لكم، كنت معاكم كريم سعيد وتحليل ماتش الرجاء والاهلي.